سلم التعليمي اكيد السودان كان عنده تاريخ تعليمي كبير جدا مميز جدا، وشاهد من هذا التقرير مدرسة حنتوب تاريخ التعليم في السودان. تقع مدرسة حنتوب الثانوية شمال على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، وهي مدرسة قومية حكومية، فقد أنشئت في العام 1946، وتم افتتاح المدرسة على يد هيدلستون حاكم السودان في ذلك الوقت. تعتبر مدرسة حنتوب الثانوية الامتداد لأول مدرسة ثانوية أنشئت بالسودان، وهي كلية غردون التي تقرر أن تصبح مؤسسة تعليمية تشتمل على مرحلة ما بعد الثانوي. ويقول بعض الذين درسوا بحنتوب إنه في بداية عهد المدرسة في العام 1946 كان يطلق على مديرها الناظر، وهذا اللفظ استمر لسنوات حتى تحول إلى مدير. وقد تعاقب على إدارة المدرسة قيادات من النظار العمالقة لمثابرتهم وأدائهم الذي اتصف بالأمانة والإخلاص. لقد خلدت أسماء بعض الرموز الذين أسسوا مدرسة حنتوب في تاريخ التعليم الثانوي في البلاد، ولا زالت أسماؤهم في ذاكرة جميع من عاصروهم كما يقول البعض، ومنهم المستر براون وهو أول مدير بريطاني للمدرسة، وعلى يده تم افتتاح المدرسة. ويعتبر الأستاذ أحمد محمد صالح أول نائب سوداني لناظر المدرسة، وهو صاحب نشيد العلم. وبعد أن نال السودان استقلاله وفي بداية العهد الوطني، تعاقبت على إدارة المدرسة قامات من الأساتذة، كان الأستاذ أحمد بشير العبادي وهو أول ناظر سوداني للمدرسة. بعده تعاقب على إدارة المدرسة جيل من التربويين، منهم الأستاذ حسن أحمد الحاج والأستاذ أحمد حسن فضل السيد والأستاذ هاشم ضيف الله وغيرهم من الأساتذة. وكان للعم محمد محمود في مدرسة حنتوب صولات وجولات، وهو أول من قام بالتدريب العسكري في المدرسة المعروف بالكاديت. ويقول الذين درسوا تلك الفترة إنه في العيد الأول لمدرسة حنتوب شهد المساء حركة متصلة لمعدية حنتوب، وهي تنقل الضيوف للاحتفال بهذا الصرح العظيم. وكان من بين الحضور الشاعر محمد عوض الكريم القرشي الذي كتب قصيدة حنتوب الجميلة، والتي تغنى بها الفنان الراحل الخير عثمان، ولا تذكر حنتوب إلا مقرونة بالجميلة. الجميل الجميلة حنتوب الجميلة بهديك تحياتي وبهديك عيالي حنتوب. كانت المدرسة مؤثرة في حركة المجتمع، فقد شاركت الحركة السياسية ضد الاستعمار إلى نيل الاستقلال في عام 1950، وقد شارك الطلاب في الوقوف ضد الاستعمار. وكان مسرح حنتوب وهو سيد الأنشطة المتميز الذي قدم مسرحيات بمستوى رفيع وأثر في إنسان هذه المنطقة. وفي العام 1935 أنشئت كلية التربية بمجمع الرازي، فكان إنشاؤها إضافة تربوية في مسار التعليم، وكان إنشائها تجويد العملية التربوية في المدارس الثانوية وتقليل التكلفة التي كانت تدفع للمعلم المنتدب من خارج البلاد. وأيضا ساهمت فعالة في ترقية وتطوير العملية التربوية في السودان. ثم تحولت الكلية في العام 1996 إلى مباني مدرسة حنتوب لتصبح كلية التربية حنتوب. بهديك تحياتي وبهديك عيالي حنتوب. معروفة، وانه الدور على مشارف الاستئناف يعني في كثير جدا من التحديات اللي بتواجه المحيط الداخلي للاعبين والاجهزه الفنيه والاداريه، المصير حيكون شنو يعني؟ والله قد تعتمد على كشوفات سابقه قديمه، حتعمل اعلان وتقول الشخص اللي عنده ايصال